بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات التعليم المستمر للصف الثاني لمادة المهارات الحياتية الفصل الدراسي الأول، موضوع الدرس الإسعافات الأولية، الحوادث المنزلية. معلمتكم أمان الجعيد. أعزائي الطلاب والطالبات، أريد من الجميع فتح الكتاب على الصفحة 61. لدينا الواجب للدرس الماضي. السؤال الأول، قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألف، لماذا أتى السمع مفردا والأبصار جمعا في القرآن الكريم؟ برأيكم ماذا تكون الإجابة يا أعزائي الطلاب والطالبات؟ ستكون الإجابة ماذا؟ لأن السمع لا يمكن أن يدرك عدد من المسموعات في وقت واحد، بينما البصر يا أعزائي الطلاب والطالبات يمكنه إدراك أكثر من شيء في الوقت نفسه. لماذا قدم الله سبحانه وتعالى السمع على الأبصار والأفئدة؟ برأيكم؟ إذا لأن ماذا؟ السمع يتخلق قبل البصر. إذا لديكم نصف دقيقة للتأكد من الإجابات والكتابة بخط واضح يا أعزائي الطلاب والطالبات. هل الجميع انتهى من الكتابة؟ إذا دعونا نسترجع درسنا الماضي يا أعزائي الطلاب والطالبات. تعرفنا على الحوار وذكرنا بعض النقاط المهمة، تعرفنا على مفهوم الاستماع، تعرفنا على مفهوم الإنصات. فماذا يقصد بالاستماع؟ تعرفنا بأن الاستماع هي مهارة يعطي فيها الشخص المستمع المتحدث كل اهتماماته، بينما مهارة الإنصات يقصد بها ماذا؟ التركيز العميق فيما يقوله المتحدث. كذلك تعرفنا على شروط الاستماع الجيد. من ضمن الشروط التي يجب أن تعتمد على مهارة الاستماع ما هي يا أعزائي الطلاب والطالبات؟ لابد أن تتوفر عدة شروط، منها ماذا؟ الجلوس في مكان بعيد عن الضوضاء. كذلك تعرفنا أيضا النظر باهتمام إلى المتحدث والتكيف ذهنيا مع المتحدث. كذلك تعرفنا في الحصة الماضية على فن الحوار بين الزوجين. كيف يتم الحوار بين الزوجين؟ من خلال ماذا؟ يجب اختيار أفضل الأوقات لبدء أي حوار. تعرفنا كذلك يا أعزائي الطلاب والطالبات على سعة الصدر وحسن الاستماع. كذلك تعرفنا أنه عدم اتباع طريقة الاستعلاء في الحوار. وأيضا تعرفنا على الزوجين أن يعلما أنه ربما باستفزاز أحدهما الآخر قد يتطور الحوار وينقلب إلى شجار. كذلك تعرفنا على أسباب انعدام الحوار بين الزوجين. ما هي تلك الأسباب؟ من ضمنها ماذا؟ عدم اقتناع الطرفين بأهمية الحوار. تعلمنا أيضا كذلك من أسباب انعدام الحوار قلة ثقافة وخبرة بعض الأزواج. كذلك لغة الصمت التي تكون أحد صفات الزوجين. ومن أسباب الانعدام الزوجين تعرفنا انشغال كلا الزوجين عن بعضهما البعض. وتعرفنا على خطوات الاتصال في الحصة الماضية للأبناء. تعرفنا على الحوار مع الأبناء، ومن خطوات الاتصال الفعال مع الأبناء تعرفنا بأن ماذا؟ الابتسامة باستمرار وعدم توقيت كلامهم، كذلك إشعارهم بفهم كلامهم. تعرفنا من خطوات الاتصال أيضا على التواصل الجسدي، كمثلا لمسة
حنان، احتضان، تشابك، كذلك إيجاد علاقة تواصل بصري بين المتحدث والطفل. وتعرفنا على فوائد الحوار مع الأبناء، وذكرنا بعضا منها أنه ماذا ينمي شخصية الأبناء، وكذلك تعرفنا أيضا أنه من فوائد الحوار يقوي الذاكرة، وأيضا يتعلم الابن اللغة بسرعة، ويكون ماذا يا أعزائي الطلاب، يكون طلق اللسان فصيحا. وتعرفنا على أساليب التهيئة النفسية لمحاورة الأبناء، تتم عن طريق ماذا؟ هناك عدة أساليب: نداء عاطفي للأطفال، التكنية يا أبا فلان، كذلك النداء باسمه، التجاوب معه وتقديم النصح وإظهار مشاعر الحب. وتعرفنا على معوقات الاتصال الفعال مع الأبناء، وذكرنا بأنها ماذا؟ الصراخ، السب، الشتم، التوقعات السلبية، والمقارنة بالآخرين. اليوم بإذن الله يا أعزائي الطلاب والطالبات سنتعرف على الوحدة الرابعة: الأمن والسلامة. فالأمن والسلامة هنا هي مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها لتوفير حماية الفرد. دعونا نتعرف على أهداف درس اليوم. يبين مفهوم الكدمة، يناقش أسباب الحوادث المنزلية، يوضح أهمية حقيبة الإسعافات الأولية، يستنتج الخطوات الصحيحة لإسعاف الغريق، يبدأ رأيه في أسباب حوادث الاختناق بين الأطفال. أهداف وحدتنا بإذن الله، بعد نهاية هذه الوحدة يتوقع منك أيها الطالب والطالبة ماذا؟ أن يقارن بين مفاهيم الكدمة، الخلع، الكسر، الجروح، الحروق، يلخص أهم أسباب الحوادث المنزلية، ومن أهداف التي يتوقع في نهاية الوحدة يتبع الخطوات الصحيحة لإسعاف المصاب في بعض أنواع الحوادث المنزلية، يستشعر فضل مساعدة الآخرين. ومن المفاهيم الرئيسة في هذه الوحدة الكدمة، الخلع، الكسر، الجروح، والحروق. إذن سنتعلم في درسنا اليوم مفهوم الكدمة والخلع والكسر والجروح والحروق بإذن الله في الحصة القادمة، وسنتعرف على أهم الأسباب الحوادث المنزلية والخطوات الصحيحة لإسعاف كل نوع من أنواع الحوادث المنزلية. الإسعافات الأولية في الحوادث المنزلية اليوم بإذن الله سنتعرف على السقوط، الغرق، الاختناق. في الحصة القادمة سنتعرف على الجروح، الحروق، والتسمم. تؤكد الدراسات أن الإسعافات الأولية فعالة في إنقاذ الحياة، وقد وجد إحصائيا أن غالبية من يقومون بالإنقاذ هم أقرب الناس إلى المصاب، مثل عائلاتهم أو أصدقائهم أو جيرانهم. وعلى قدر سرعة بدء الإسعافات الأولية تزيد احتمالية إنقاذ الضحية. ففي أمريكا وحدها 92,000 ينقذون كل عام بفضل الله ثم بفضل الإسعافات الأولية. وتعد الحوادث المفاجئة كالاختناق والغرق هي السبب الرئيسي لموت الأطفال، وكذلك هي السبب في دخول 16 مليون طفل كل عام إلى الطوارئ. إذن يا أعزائي الطلاب والطالبات، هنا تؤكد الدراسات على أهمية ماذا؟ وجود حقيبة الإسعافات الأولية. على ماذا تحتوي حقيبة الإسعافات الأولية؟ تحتوي حقيبة الإسعافات الأولية على مطوية الإرشادات، لصقات جروح، بطانية، قفازات، كذلك الرباط والضماد والمقص وأربطة ضاغطة ومشابك وملقط، وكذلك تحتوي حقيبة الإسعافات على قطن وشاش ومسحات تنظيف وضماد للرباط وكذلك كمادة. إذن يا أعزائي الطلاب والطالبات، الإصابة في الحوادث المنزلية أمر قد يقع في حياتنا ونحن معرضون لها في منازلنا، قد تصل نتائجها إلى وفاة المصاب متأثرا بإصابته أو ينجو منها،
برحمة الله سبحانه وتعالى أو لإهمال ساكن المنزل أو جهله للتدابير ضد الحوادث المنزلية. فإذا عدم توفير حقيبة إسعافات أولية هنا يا أعزائي الطلاب والطالبات يعيق تقديم المساعدة العاجلة للمصاب. إذن فأهمية حقيبة الإسعافات المنزلية تساعد في معالجة الإصابات التي تحدث بشكل طارئ كإيقاف النزيف والمحافظة على حياة المصاب إلى حين وصوله إلى المستشفى. إذن دعونا نتعرف على أول نوع من حوادث السقوط، حوادث السقوط، وهي أكثر الحوادث شيوعاً في المنزل، وسوف نتعرف على أسباب تلك الحوادث، حوادث السقوط. قد يحدث إصابات، قد يحدث كدمات، قد يحدث كسور. دعونا نتعرف على تلك الأسباب، ما هي المسببات التي أدت إلى السقوط. من المسببات التي تؤدي إلى حوادث السقوط عدم ترتيب قطع الأثاث أو وضعها بطريقة غير مناسبة. كذلك من المسببات حوادث السقوط عدم تجفيف الأرضية المبللة خاصة بالمطابخ والحمامات، ترك الأطفال دون مراقبة في الأماكن المرتفعة وعلى الشرفات. ومن المسببات أيضا لحوادث السقوط ترك الطفل في مشايته دون مراقبة، وأيضا وضع الأثاث بالقرب من نافذة مفتوحة. إذن فماذا يجب علينا يا أعزائي الطلاب والطالبات؟ يجب علينا هنا أن نتخذ التدابير الوقائية. فماذا يجب علينا؟ فمثلا هنا عدم تجفيف الأرض المبللة، يجب هنا تجفيف الأرض بشكل جيد حتى لا يسقط الأطفال، لا يسقط كبار السن. كذلك ترك الأطفال دون مراقبة في الأماكن المرتفعة، عدم ترك الأطفال في الأماكن المرتفعة، ترك الأطفال في مشايتهم دون مراقبة، هنا لابد مراقبة الأطفال عند وضعهم في المشاية، وعدم وضع الأثاث بالقرب من النافذة. هل تعلم أن حوادث السقوط من أهم أسباب حدوث نزيف المخ، خاصة إذا كان السقوط على الرأس؟ انتبه إلى حالة الطفل بعد سقوطه، هل فقد وعيه؟ هل أصيب بتشنجات؟ هل تقيأ؟ وأخبر الطبيب المعالج بذلك. إذن يجب علينا عندما يحدث سقوط لأحد الأطفال يجب أن ننتبه على هذه النقاط، هل فقد الطفل وعيه؟ هل تقيأ؟ هل أصيب بتشنجات؟ حتى نخبر الطبيب بماذا حصل، ماذا حصل لذلك الطفل عند السقوط. نتائج السقوط، ذكرت أن للسقوط نتائج حوادث السقوط، قد يكون كدمات، قد تكون كسور، قد يكون خلع. فماذا يقصد بالكدمة؟ ماذا تعني لنا الكدمة؟ نجد هنا الكدمة ماذا يقصد بها؟ ماذا يقصد بالكدمة؟ هنا نجد أنها ماذا؟ عبارة عن نزيف داخلي، عبارة عن نزيف داخلي يتسرب عبر الأنسجة. فهنا نجد أن اللون قد تغير، لون الجلد قد تغير وأصبح لونه مائل إلى الأزرق، مائل إلى الإحمرار. إذن كيف نسعف ذلك الشخص المصاب بالكدمة؟ نسعفه من خلال ماذا؟ من خلال وضع كمادات باردة على المنطقة المصابة. من نتائج السقوط كذلك الخلع، نجد هنا أيضا ماذا؟ انتقل وتحرك عظم المفصل من مكانه، أو بعد بعد طرفي المفصل عن بعضهما البعض مع تمزق في الأربطة. كذلك الكسر، من نتائج السقوط قد يحصل كسر لذلك الشخص. فماذا يقصد بالكسر؟ نجد هنا بالصورة انفصال أنسجة العظم، ويتفاوت هنا الكسور ما بين الكسور البسيطة والكسور المضاعفة. فائدة،
يعرف أن العضو مكسور عند التورم أو الانتفاخ حول مكان الإصابة مع ألم شديد خاصة عند اللمس، وكذلك قد يتغير شكل العضو المصاب كأن يقصر أو يتحرك باتجاه آخر، ويلاحظ ذلك عند مقارنته بالعضو السليم. يجب أن نتأكد في حال الكسور لا قدر الله عدم تحريك المصاب، وسوف يكون هناك تورم وانتفاخ في حالة الكسر. كيف نسعف الشخص المصاب بالخلع والكسر؟ أولا إذا كان هناك نزيف فيجب إسعافه أولا. يضمد الجرح في الكسر المفتوح بحرص شديد قبل إسعاف الكسر. يثبت العضو المصاب قبل نقله الشخص للمستشفى حتى لنتجنب ماذا هنا؟ لتجنب تحريكه إلا للضرورة القصوى. كذلك يا أعزائي الطلاب، طريقة إسعاف الخلع والكسر، يوضع المصاب بوضع مريح له ويثبت المصاب بإسناده باليد أو بأي طريقة أخرى. لا يحرك المصاب نهائيا إذا كانت الإصابة يا أعزائي الطلاب والطالبات في العنق وكذلك في العمود الفقري، إلا إذا لماذا؟ حتى لا يعيق مجرى التنفس، فلا بد أن من إزالته بالطريقة المناسبة ويترك لحين وصول الإسعاف. فائدة الرباط هنا، الموضوع على الكسر يجب أن يكون ثابتا ومستقرا، إذن أهمية الرباط هنا بحيث يمنع الحركة ولا يسبب للمصاب ألما أو يمنع تدفق الدورة في الدموية، الدم في الدورة الدموية. يجب علينا هنا يا أعزائي الطلاب والطالبات نتذكر دائما بأن مراقبة الأطفال ومتابعتهم حول المنزل وأثناء اللعب. دعونا نتعرف على النوع الآخر من الحوادث المنزلية وهي حوادث الغرق. تنتشر الآن ظاهرة الذهاب إلى الشاليهات، الاستراحات، التجمعات الأسرية، فقد يغفلون بعض الأهالي عن مراقبة أبنائهم. فمع بداية فصل الصيف وكثرة ارتياد المسابح تزداد حالات الغرق. فدعونا نتعرف على كيفية إسعاف المصاب لا قدر الله في حالة حدوث غرق. كيف نسعف ذلك المصاب؟ قد يكون فاقد وعيه أو قد يكون لم يفقد وعيه، فكيف يتم إسعاف ذلك الشخص الغريق؟ أولا إذا لم يفقد الغريق وعيه ماذا يجب علينا أن نفعل هنا يا أعزائي الطلاب والطالبات؟ يجب علينا أن نرمي له ماذا؟ طوق النجاة، أو نرمي له الحبل، أو نرمي له عصا. لماذا؟ هنا حتى يمسك بها. يرفع الغريق من الماء، وماذا يجب علينا؟ المسعف يجب عليه أن يمسك به من الخلف مع محاولة عدم ثني رقبته أو جسده، فربما قد يكون هناك كسر. بينما يجب علينا أن يتأكد من أن الغريق هنا في كامل وعي أعزائي الطلاب والطالبات، وأن مجرى الهواء مفتوح وقلبه ينبض. كذلك ماذا يفعل هنا؟ يضغط على ظهره حتى يتم إفراغ الماء من جوفه. طريقة إسعافه أيضا كذلك، نغطي المصاب الغريق ببطانية حتى يشعر بالدفء وحمايته من البرد. كذلك نقلب المصاب الغريق على بطنه، وأيضا إذا كان الغريق هنا يا أعزائي الطلاب والطالبات غير واعي ولا يتنفس ولديه نبض، فماذا يجب علينا؟ يجب علينا هنا أن نسعفه من خلال طريقة عملية التنفس الاصطناعي، أو كذلك عن طريق إسعافه بالإنعاش القلبي. دعونا الآن نشاهد كيف يتم إسعاف الشخص الغريق الغير واعي. بعد تقييمنا لوضعية المصاب، إذا ما في استجابة من المصاب، أفتح مجرى الهواء، أتحسس، أسمع،
أرى لمدة 10 ثواني، بعدها الاتصال بالطوارئ إذا كان لا يتنفس، بعدين أحدد بين الحلمتين خط وهمي وفي المنتصف خط وهمي، وأضع يدي على واليد الأخرى بهذا الشكل. إذا تلاحظون هنا فيه أستاذ علي فيه مجرى الدم، صرت أنا أعمل لتدفق الدم من القلب إلى الدماغ، فأنا صرت صار لي المسعف صار هو لي يعمل هذا العمل. بعدين أبدأ أسكر الأنف وأعطيره نفسين وأستمر 5 دورات اللي هي 30 ضغطة ونفسين، حتى ولا أتوقف أبدا حتى وصول الإسعاف أو استفاقة المريض نفسه أو المصاب نفسه، أو أنه جد علي خطر في الموقع أنه صار فيه خطير. جميل. إذن يا أعزائي الطلاب والطالبات، هذه طريقة إسعاف الغريق إذا كان فاقد الوعي عن طريق الإنعاش القلبي أو عن طريق التنفس الاصطناعي. إذن يجب علينا المسارعة بطلب الإسعاف والاتصال على الرقم 997 أو ينقل ذلك المصاب إلى المستشفى. تذكر عدم قذف نفسك في الماء عند إنقاذ الغريق إذا كنت لا تجيد السباحة، ولكن يكتفي بمد يدك أو عصا أو قضيب حديد أو رمي حبل إليه في الماء وسحبه إلى الخارج. تذكر أيضا أن بعض حالات الغرق للأطفال سببها حوض الاستحمام في دورات المياه، فيجب علينا هنا يا أعزائي الطلاب والطالبات الانتباه وكذلك الحرص وتوعية الأطفال من حوادث الغرق. دعونا نتعرف على حوادث الاختناق. حوادث الاختناق قد تحدث في أي وقت. وماذا يقصد بالاختناق؟ الاختناق هنا يقصد به انسداد مجرى التنفس بتأثير جسم غريق، وقد يكون الانسداد هنا جزئي وقد يكون الانسداد كلي. تنتشر حالات حوادث الاختناق بين الأطفال وبين الكبار وذلك لعدة أسباب، فدعونا نتعرف على بعض الأسباب التي تنتشر بين الأطفال. قد يعبث الطفل يا أعزائي الطلاب والطالبات بالأكياس الفارقة ويضعها حول رأسه، كذلك قد تكون من أسباب الاختناق ابتلاع المسامير أو الأزرار هنا قد أو قطع الحلوى أو الخرز أو البطاريات الصغيرة. ومن أسباب الاختناق اللعب داخل الثلاجة والخزائن والغسالات الفارغة. كذلك من أسباب الاختناق وضع المخدات، نجد أن الأطفال عندما يلعبون قد يقومون بوضع المخدات على الوجه، أو قد يكون كذلك في وضع النوم، وضع النوم عندما يكون نائم قد يسبب له هنا الاختناق، والعبث بالأسلاك حول العنق. فيجب علينا يا أعزائي الطلاب والطالبات هنا الحرص على مراقبة الأطفال. يحبذ البعض استخدام الفحم والحطب في التدفئة ولكنها تسبب المخاطر عند سوء الاستخدام. يجب الآن نحرص على عدم إغلاق الأبواب عندما نستخدم الفحم والحطب. كيف نسعف الشخص المصاب بالاختناق؟ من خلال ماذا؟ يا أعزائي الطلاب والطالبات، بداية من خلال أن نخفض رأس المصاب والنصف العلوي من الجسم نحو الأسفل بهذا الشكل. إذن خفض رأسه، خفض رأس المصاب أولا، ثم ماذا؟ خفض الجزء العلوي. ماذا نقوم نفعل؟ هنا نقوم بضرب أعلى بين ماذا؟ على بين الكتفين على الظهر. هنا نقوم بضرب بين الكتفين ضربات متلاحقة، ضربات تكون غير مؤذية، ضربات خفيفة.
ثم ماذا؟ كيف نسعف المصاب هنا، المصاب المختنق هنا؟ أيضا نقوم بالضغط على بطنه. إذن نقوم هنا بالضغط على بطنه ويتابع الضربات والضغط حتى نتأكد ماذا؟ من خروج ماذا؟ خروج القطعة أو المادة التي ابتلعها أو الشخص، المادة التي سببت له الاختناق أو الغصة. وبعد ذلك إذا في حال عدم خروج تلك القطعة، ماذا يجب علينا هنا يا أعزائي الطلاب والطالبات؟ يجب علينا أن ننقل ذلك الشخص إلى المستشفى في حال عدم الإصابة، أو والاتصال على رقم الإسعاف 997. دعونا الآن نختبر أنفسنا، نسترجع سريعا من اختر الإجابة الصحيحة من نتائج السقوط الخلع، وهو ماذا؟ نزيف داخلي يتسرب عبر الأنسجة، انتقال أو تحرك عظام المفصل من مكانها، انفصال أنسجة العظم. برأيكم يا أعزائي الطلاب والطالبات ما هي الإجابة الصحيحة؟ الخلع، ما هي إجابتها الصحيحة؟ أحسنتم يا أعزائي الطلاب والطالبات، انتقال أو تحرك العظم المفصل من مكانه. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. من أسباب حوادث السقوط ترك الطفل في مشايته دون مراقبة. برأيكم هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ دعونا نفكر. من أسباب حوادث السقوط ترك الطفل في مشايته دون مراقبة. ستكون الإجابة ماذا؟ بارك الله فيكم، الإجابة صحيحة. العبارة الأخرى، يحرك المصاب إذا كانت الإصابة في العنق قبل وصول الإسعاف. برأيكم إجابتنا صحيحة أم خاطئة يا أعزائي الطلاب والطالبات؟ هل نحرك ذلك الشخص المصاب التي تكون إصابته في العنق، أم ماذا نفعل؟ إذن ستكون ماذا الإجابة هنا؟ بارك الله فيكم، ستكون الإجابة خاطئة. يقلب الغريق على بطنه ورأسه مدلل للأسفل. برأيكم الإجابة صحيحة. لا ننسى يا أعزائي الطلاب والطالبات فتح الكتاب الآن ووضع إشارة عند السؤال الثالث صفحة 78. لا ننسى حل الواجب. السؤال: من وجهة نظرك ما أهمية الإسعافات الأولية؟ إذن يا أعزائي الطلاب والطالبات، بهكذا انتهينا من درس الإسعافات الأولية، الحوادث المنزلية، تعرفنا على حوادث السقوط، تعرفنا على حوادث الغرق وحوادث الاختناق. وبإذن الله في الحصة القادمة نكمل الحوادث المنزلية الأخرى. وبهكذا انتهينا من درسنا لهذا اليوم، استودعتكم الله.